على بركة الله وحفظه مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، ينطلق شوطنا السادس في المجموع لهذا اليوم، وهذا الشوط مخصصا للإبكار الثنائي المهجنات الأصايل. نسير إلى أولى التحديات وإلى أول المراكز. على مقدمة الشوط الهدة حمد راشد بن غدير الاكتبي الذي يقدم لنا الهدة على مقدمة الشوط، بينما في المركز الثاني القادمة من خلال هذه اللحظات انتباه لسعادة محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي يقدم انتباه على المركز الثاني، بينما في المركز الثالث الوصول من زعفرانه محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يتقدم مع زعفرانه على المركز الثالث. المركز الرابع الظبي محمد بن سعيد بن حمود العفاري، بينما في المركز الخامس القدوم في هذه اللحظات من ناصية لسعادة محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي. سادسا تقدمت هقوة حمد بن سالم بن الصغير العويسي الذي يأتينا بهذا الاسم من خلال هذه اللحظات. هكذا هي النتيجة للمراكز الأوائل المتقدمين في هذا الشوط وفي هذه المنافسة. أسماء أخرى، أسماء منطلقة، أسماء حاضرة في هذا الشوط دائما تبدع لنا بالجديد على أرضية هذا الميدان. نعود بكم مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام إلى المركز الأول، إلى الصدارة، إلى الهد الهد، حيث تنهد على مقدمة الشوط المملوكة الحمد راشد بن غدير الاكتبي الواثق. هذا هو الواثق الذي يعلم وجود هذا الاسم على مقدمة الشوط والمركز الأول، يتقدم بهذا الأداء الرائع، بينما في المركز الثاني
الغدوم من زعفرانه محمد بن عتيق بن زيتون المهيري ثالثا تقدمت في هذه اللحظات الوصول من انتباه لسعادة محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي الرابع غرار أول إذاعة لغرار في هذه اللحظات محمد بن طماطم بن حمد العامري بينما في المركز الخامس وصول من هقوة حمد بن سالم بن صغير العويسي يقدم هقوة سادسا تقدمت المسك في هذه اللحظات أو هذه هي غادمة الضبي محمد بن سعيد بن حمود العفاري وهنا الوصول من المسك رغش من طبازة بن الدودة العامري يتقدم في هذه اللحظات هذه هي الأسماء الأولى في هذا الشوط في هذا الانطلاق في هذا الحضور في هذا الإبداع على أرضية هذا الميدان نعود إلى الهدة حيث انهدت على الشوط وبعدت المسافة عن الأسماء الأخرى على مقدمة الشوط والمركز الأول من خلال هذه اللحظات بهذا الوجود الرائع حمد راشد بن غدير الكتبي الذي قدم هذا الاسم نتابع هذا الأداء نتابع الهدى على مقدمة الشوط تنطلق بالمركز الأول المملوكة الحمد راشد بن غدير الاكتبي الذي يطلق هذا الاسم على البداية والصدارة بينما في المركز الثاني قرار محمد بن طماطم بن حمد العامري المركز الثالث الوصول من زعفرانة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري في المركز الرابع انتباه لسعادة محمد بن سلطان مرخان الخامس الغدوم من الضبي محمد بن سعيد بن حمود العفاري ولكن عودتنا إلى الصدارة إلى الهدى 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 الله يا الهدى الله الله يا الهدى انفردت انفردت انفراد كامل عن بقية الأسماء بدأت تنفرد بهذا العرض الجميل على صدارة الشوط وعلى المركز الأول المملوك الحمد راشد بن غدير الاكتبي حيث يقدم الهدى هذا هو شعار حمد راشد بن غدير الاكتبي مع الهدى الأسماء الأخرى الأسماء القادمة شعار بالطماطم محمد بالطماطم بن حمد العامري مع غرار ولكن هذا الاسم الخطير للغاية اسم الهدة وهذه هي الهدة هل هدة من هدة على الشوط سلام براشد سلام سلام يا الواثق ونعم بالواثق وتضميره يوفن السبق ولا يخلفن
تهانينا إلى حمد راشد بن قدير الكتبي، والتهنية إلى راشد بن سعيد الزرعي. مشكور يا أبو سعيد، مشكور على أداء الهدة، قامت دفع وأنهت بنفس الطريقة ما شاء الله تبارك الرحمن. تهانينا إلى حمد راشد بن قدير الكتبي على فوز الهدة. المركز الثاني يذهب إلى حضور هناك الضبي محمد بن سعيد بن حمود العفاري. الثالث يذهب إلى وجود وجنة سعادة محمد بن سلطان مرخال الكتبي. المركز الخامس أو الرابع ألا وهي انتباه لسعادة محمد بن سلطان مرخال الكتبي. الخامس يذهب إلى زعفران محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. توقيت 10 دقائق 17 ثانية.